خلونا نخش في التفاصيل على طول في الزمالك وتحديدا فرقة اليد في الزمالك والأزمة اللي موجودة دلوقتي في مسألة القيد. أنا معايا على التليفون كابتن حمادة عبد الباري مدير قطاع كرة اليد بنادي الزمالك. كابتن حمادة أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ طمنا عليك، يا رب تكون في أفضل الحمد صحة لله وحال. الحمد لله يا رب دايما. خليني أسألك الحمد لله. مباشرة، ماذا عن قصة القيد والأزمة وصلت لحد فين؟ هي اساسا مش ازمه قيد، احنا عيدنا في المواعيد المحدده كله تمام، عيدنا 22 لعيب وبنعيد اثنين، يعني طبقا للائحه نعيد اثنين من ال 22، القائمه تبقى 20، احنا عيدنا 20. الاتحاد المصري لكره اليد احنا مدينين ليه بحوالي 8 مليون جنيه السنه اللي فاتت، والمفروض كمان عندنا 3 مليون السنه دي، بس لسه الانديه كلها معظمها ما دفعش. ماشي، خلاص يبقى كده 11. السنه دي 11 ومش واحد. احنا لظروف النادي زي ما انت عارف حضرتك، ما قدرناش ندفع المبالغ دي، وحتى كان في لان الحجز اللي كان موجود على النادي ما قدرناش ندفع. ادي رقم واحد. اثنين، ان احنا الناحيه الماليه عندنا في النادي كانت يعني للظروف برضو، هي برضو ما فيش حتى بالنسبه للناس اللعيبه والاجهزه وبتاع، فكان في متاخرات. اللعيبه رفعت شكوى الى الاتحاد المصري لكره اليد على انهم ما خدوش مستحقاتهم، وبدانا ندي مستحقات اللعيبه يعني شهر بشهر كده، مش كل الشهور، لحد ما وصل حوالي 7 اشهر متاخرات للعيبه المفروض يعني. فبرضه دي شكوى موجوده في الاتحاد. ماشي. وبعدين كانت في شكوى ماتيو كمان اللي هو ما خدش مستحقاته. وبعدين في شكوى جيمس اللي هو بيقول لك برضه انا ما خدتش مستحقاتي. ماشي. فبناء على كل هذه المشاكل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاتحاد طلب مننا الحاجات دي كلها، احنا دفعنا فلوس ماتيو قبل البطوله العربيه. ماشي. وفلوس جيمس لسه هنشوفها معاهم، على اساس ان جيمس اساسا مخصوم منه 3 اشهر عندنا، هو طالب مبلغ، هي اساسا مبلغ مخصوم منه. بالنسبه لل يعني كل الامور الماليه بنبدا نحلها مع طيب عليكم لحد عليكم كام لحد دلوقتي؟ 8 مليون جنيه. 8 مليون، المشكله فين برضه يا كابتن حماده؟ المشكله يا كابتن ان هم طلبوا 8 مليون جنيه كلهم مره واحده. ماشي. مره واحده. مره واحده بقى في ظل الظروف في اللجنه دي. يعني بعد ما مجلس الاداره قدم استقالته وجت لجنه فطلبوا 8 في حاله مليون. لو ما دفعتوش ال 8 مليون كلهم مره واحده ايه اللي يحصل؟ ما هو حصل حضرتك قال لك تاخد 10 كرنيهات بس تلعب بيهم، بس كده ال 10 لعيبه اللي هم موجودين معاك في القائمه دلوقتي. 10 لعيبه على فكره، مش في الدرجه الاولى بس، وفي المرتبط اللي بيدينا برضو نقط اللي هم مواليد 2004 ومواليد 2006. 10 كرنيهات هنا، 10 كرنيهات هنا، 10 كرنيهات. ال 10 كرنيهات اللي هم ادوهم لنا بتوع الدرجه الاولى هم 10 كرنيهات من اللعيبه المستمر يعقدهم في النادي. ماشي. اما اللعيبه اللي احنا جبناها او اللعيبه اللي جددت معانا ما ادناش ايه الكرنيهات بتاعتهم. ماشي. فبالتالي بدانا نلعب وناخد طبقا للائحه 5 لعيبه من الفريق الادنى اللي هو مثلا فريق 2004، بناخد منه 5 لعيبه بنكمل بالقائمه بتاعت الماتش. طيب. المشكلة دي بالنسبة لنا بقت مشكلة، لأن احنا عندنا في العشرة اللي احنا خدناهم 3 مصابين وحارسين مرمى، يبقى دي 5، يبقى معايا 5 لعيبة بس حضرتك. لما جينا دفع لما بدأنا نجري ورا الموضوع، النادي مشكورا ادانا 2 مليون جنيه من قيمة 4 أيام تقريبا، وديناهم للاتحاد المصري على اساس ان هم كانوا متفقين ان هم يدونوا 4 أو 5 كرنيهات من اللعيبه الثانيه نلعب بيهم. ماشي. خدوا ال 2 مليون جنيه، حولنا ال 2 مليون جنيه للاتحاد المصري لكره اليد. وجئنا بالاتحاد المصري لكره اليد في كابتن عمرو صلاح اللي هو امين الصندوق. ايوه. يقول لا، ال 2 مليون جنيه دول مش هديكوا كرنيهات، لازم تدفعوا 4 مليون جنيه كاش و4 مليون جنيه شيك مقبول الدفع، وبعدين رجع تاني قال شيك مؤجل. ماشي. خلاص؟ ماشي. لان انا قلت له شيك مقبول الدفع يعني شيك نقدا. ايوه. شيك مقبول الدفع يبقى نقدا. ايوه. نجيب منين؟
المشكلة في الشيكات ايه حضرتك؟ ان مفيش حد عندنا، ما عندناش شيكات، ما عندناش حسابات، حسابات كلها موقوفة، واللجنة ما لهاش الحق. انا هتمضي على ايه؟ اذا كان ما لهاش امضى. ايه اللي احنا عايزينه؟ ايه اللي احنا عايزينه دلوقتي اللي نطلبه احنا عايزينه سواء ان من احنا وزارة نلعب الشباب بفريقنا. والرياضة، سواء من وزارة الشباب والرياضة او حتى من اتحاد اليد، وانا هحاول ان يكون موجود معايا حد من اتحاد اليد، نحاول ان احنا يعني نحل انا المشكلة. ارجو اتفضل يا انا كابتن ارجو احمد. انا انا ارجو انا ارجو من السيد وزير الشباب والرياضة ان هو يعني هو جاب اللجنه، ودلوقتي عشان انا ادفع فلوس فاضل لي شهرين على اساس ان يبقى النادي مستقر بعد الانتخابات، صح ولا لا؟ مظبوط. فبالتالي يعني انا هدفع، انا مستعد ادفع بكره 2 مليون جنيه تاني، ماشي خلاص ماشي 2 مليون جنيه جبناهم من احد احباب نادي الزمالك، ماشي. وبس هما طالبين شيك ب 4 مليون. طب اجيب الشيك منين حضرتك؟ يعني اجيب شيك منين؟ هي دي المشكله. عندي بلعب 4 مباريات، بكسب فرق جون، بكسب فرق جون، بكسب بالبلينات، مش دي فرقه الهاندبول بتاعت نادي الزمالك؟ طبعا نادي طبعا. الزمالك يبقى احنا عايزين وزاره الشباب والرياضه يبقى هناك تدخل سريع فيما يتعلق بهذا الامر. حضرتك بتقول انه في 2 مليون دلوقتي جهزوا واصبحوا موجودين من احد بكره محبي ادفع نادي الزمالك. احنا محتاجين الزمالك شيك ب 4 مليون جنيه مقبول الدفع او مؤجل الدفع زي ما حضرتك ما ذكرت. بنطلب ده من وزاره الشباب والرياضه، او لو انت حضرتك عايز تتكلم مع الاتحاد مباشره، لو في شيء ممكن نعمله مع الاتحاد يبقى برضه اتفضل. الاتحاد مع الاخ مع الاستاذ مع الدكتور محمد الامين، اه وده اللجنه بصراحه اللجنه اللي موجوده لا، بتعمل الدكتور محمد امين مكثفه، ده شخصيه محترمه جدا شخصيه جدا، محترمه جدا، انا عارف، هم كلهم عارف كويس شخصيات محترمه. كلهم، انا عارف دي حقوق في الاول وفي الاخر، بس احنا بنتكلم على مساله انا المرونه بعد يعني. اذن اللجنه الحاليه اللي موجوده في نادي الزمالك بتبذل اقصى قصارى جهديه في حل هذه المشاكل، ولكن هي مش في ايديها حاجه بصراحه. يعني طيب المستحقات بتاعت اللعيبه بتاعتكم ده اخر سؤال، اخدوها ولا ما اخدوهاش؟ بدأوا ياخدوها، خدنا شهر قبل ما نسافر البطوله العربيه ان شاء الله بكره شهر من ناخد سبعه، شهر ها؟ تاني. شهر من 7 شهور. لا، في ناس مخلصه السبعه بتوعهم اللي جم جددوا، يعني ماشي اديناها لهم كلها، ماشي وبكره في شهر ان شاء الله، ربنا سهل ان شاء الله، الرحمن ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله. كابتن حماده ماشي، بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا، شكرا وبرضه ادينا شكرا شكرا بنضم صوتي بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا كابتن حماده عبد الباري مدير قطاع كره اليد بنادي الزمالك.